تفاصيل أوفى عن الحالة الجوية في نشرتنا الجوية، لكن من محافظة عجلون ننتقل مباشرة إلى مراسلنا في عجلون ضرار غنام. ضرار، يعني ما هي آخر التطورات؟ ونلاحظ كما في الصورة بدأ تساقط الثلوج في عجلون، تفضل. نعم، مساء الخير زميل علي، مساء الخير للمشاهدين. نحن الآن متواجدون في منطقة عجلون، بالتحديد من منطقة رأس منيف والتي تعتبر أعلى منطقة في منطقة عجلون. منذ ساعات من الآن بدأ تساقط الثلوج بشكل كثيف في معظم مناطق محافظة عجلون، وبحيث كست الثلوج جميع الشوارع الرئيسية. الآن تقوم مديرية الأشغال على فتح الطرق في محافظة عجلون، وكما أؤكد مدير الدفاع المدني في محافظة عجلون أن مديرية الدفاع على أعلى جاهزية، بحيث يتواجد لديها الآن 17 ناقلة بالإضافة إلى 3 لودرات، وكذلك أيضا 17 مضخة لسحب المياه من البيوت التي يتوقع أن يغمرها المياه. الآن كما تشاهدون الثلج يكسو جميع المناطق في عجلون، وهذا كل ما لدينا الآن من محافظة عجلون. الكلمة لك الآن في الاستوديو. نعم، من محافظة عجلون ضرار غنام، شكرا جزيلا لك، ونبقى معكم مع هذه الصور المباشرة من محافظة عجلون لنتابع أبرز وآخر التطورات على الحالة الجوية.